غيره؟ تفضل. في الدرس السابق تكلمنا عن اليمين الكاذب، اليمين الغموض، فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يحصل حقه إلا أن يحلف كاذبا أو جزء من حقه، فهل يعتبر غموضا في حقه؟ أي موضوع طبعا أن يحصل حقه ينظر إلى هذا الحق، لما لا يستطيع أن يحصله إلا باليمين الكاذب؟ لما لا يحصله باليمين الصادق؟ يعني مسألة لا نستطيع أن نعطي فيها قاعدة عامة، لأن هذه حالة مستثناة، والحالة المستثناة حتى نفتي بجوازها لابد أن نقف على ملابسات المسألة من البداية إلى النهاية، لأن الأصل في اليمين الغموس أنه حرام ويغمس صاحبه في النار. فإذا كان هناك استثناء في صورة ضيقة، مثلا إنسان وقع في بين يدي العدو أعداء الدين وأرادوا قتله، إما أن تخبر عن أسرار المسلمين وجيوشهم وإما أن تقتل، فإذا به يخبرهم أخبار كاذبة وهم يعرفون أنه مسلم، فقال له تحلف؟ هل تحلف؟ وهو يريد أن يحلف كاذبا لكي ينجو من قتلهم وفي نفس الوقت يحمي جيوش المسلمين من هؤلاء الأعداء، هذا جائز، هذا جائز ولا حرج فيه. إذن كل مسألة لها ملابساتها بناء على علي هل هناك صور مستثنى؟ نعم، لكن لا نعطي قاعدة والشخص يقيس على نفسه، فلابد أن نعرف من البداية إلى النهاية الملابسات حتى نرى ضوابط لهذه المسألة، كيف ينجو هذا الشخص من اليمين، وإذا وقع في اليمين الكاذب ما هي ضوابطه.